تستعد بورسعيد لاحتفالات العيد القومي 59 للمحافظة غدا الأربعاء، حيث تقام احتفالية بنطاق حي الشرق، ويتجمع الأهالي بميدان الشهداء المواجه للديوان العام رافعين الأعلام المصرية احتفالا بجلاء العدوان الثلاثي عن مصر عامة وبورسعيد خاصة. ومن جهته أكد محافظ المدينة اللواء مجدي نصر الدين أنه سيفتتح العديد من المشروعات الخدمية التي يستفيد منها المواطن البورسعيدي. وحول استعدادات محافظة بورسعيد للاحتفال بعيدها، وفانا مراسلنا يسر محمد بهذه الرسالة. نعم، بدأت محافظة بورسعيد احتفالاتها بالعيد القومي الخاص بها من خلال افتتاح عدد من المشروعات. يعني العيد القومي لبورسعيد هو في ذكرى 59 لجلاء آخر جندي من جنود العدوان الثلاثي الذي شنته ثلاث دول على محافظة بورسعيد وتمكنت من صده. اليوم بدأت عمليات افتتاح العديد من المشروعات داخل المحافظة. معنا سيادة اللواء محافظ بورسعيد للتعرف عن أهم المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العيد القومي والتي تم افتتاحها اليوم. اهلا وسهلا بيكم، برحب بيكم في محافظه بورسعيد منورينا. بهني شعب بورسعيد وشعب مصر كله، لان العيد ده مش عيد بورسعيد بس، ده عيد مصر كلها، كان اسمه عيد النصر. بهني الجميع وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد وبمناسبه المولد النبوي الشريف. اما بالنسبه للي احنا فيه النهارده، اسمح لي اقدم الشكر الاول لجهاز تعمير سينا، شرفنا الباشمهندس بهذا الخصوص. يعني بذلوا معنا الكثير من الجهد ولهم يعني بصمة واضحة في بورسعيد، سواء إن شاء الله بإذن الله في المداخل بتاعة بورسعيد، أو سواء في كوبري عزمي، أو في جهة الغرب المداخل بتاع بورسعيد، أو في الوصلة اللي هتتم ما بين محور 30 يونيو ووصولها لبورسعيد. مجهودهم واضح معانا في حاجات كتير قوي داخل بورسعيد، ومنها مشروعات الصرف الصحي. المنطقة اللي احنا موجودين فيها دي منطقة 356 فدان، كان صدر بيها قرار جمهوري بتسويتها على اساس ان شاء الله باذن الله هتكون منطقة صناعية. ما بنستناش بقى لما المصانع تقوم على المنطقة الصناعية وبعدين ندور على المرافق، لا، احنا ابتدينا باذن الله ان احنا نشتغل الاول في المرافق ونرافق المنطقة على اساس ان شاء الله ال 356 لما توزعوا كمصانع يبقى في النهاية المصنع لما يجي يشتغل تكون المنطقة مرفقة. وده كان بداية الجهد اللي بذل النهاردة. الحمد لله المحطة دي محطة هتعالج الصرف بتاع المنطقة الصناعية اللي هتكون موجودة، قدرتها في حدود 60,000 متر مكعب يوم، مرصود لها في حدود 300 مليون بإذن الله. النهاردة إن شاء الله بنوضع حاجة الأساس، خلال الفترة إن شاء الله يعني لن تتعدى بالضبط سنة ونص أو سنتين تكون المحطة دي إن شاء الله منتهية.